نظم ناشطون مصريون اليوم وقفة احتجاجية في واشنطن بإطار سلسلة وقفات حملة اكشفوهم والتي تهدف لكشف الانتهاكات الحقوقية في مصر. دعونا نشاهد جانبا من هذه الوقفة وأترككم معها وبها نختم حلقة اليوم. أشكركم على المتابعة، تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء. العشرات يتظاهرون هنا أمام البيت الأبيض احتجاجا على الإعدامات التي تجري في مصر، احتجاجا على الاعتقالات التعسفية، واحتجاجا على الأوضاع المزرية التي يقول المتظاهرون إن المعتقلين السياسيين يواجهونها ويعيشونها في مصر. لدى هؤلاء مطالب محددة يريدون من المجتمع الدولي ويريدون من المنظمات الحقوقية والإنسانية التدخل لوقف الإعدامات في مصر، أيضا لتحسين ظروف المعتقلين السياسيين داخل السجون المصرية، ولكن أيضا يريدون من المجتمع الدولي الضغط باتجاه وقف الاعتقالات التعسفية وتحسين ظروف المعتقلين داخل السجون المصرية. أنا موجود ومنظم الفعالية دي لأن أنا واحد من المحكوم عليهم بالإعدام في مصر، وأكتر واحد في الدنيا أقدر أحس بالظلم اللي وقع على الشباب المحكوم عليهم بالإعدام، وحاولنا نعمل حاجة للشباب اللي محكوم عليهم بالإعدام في مصر. ويعني أنا برضو أكتر واحد أعرف إن القضايا بتاعتهم ملفقة، والقضايا بتاعتهم اعترافاتهم متاخدة تحت التعذيب زي ما هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير 2018. واقفين اليوم بنعارض الإعدامات اللي بتحصل في مصر، وعايزين نوصل الرسالة للرئيس الأمريكي والنظام والشعب الأمريكي إن إحنا ضد الإعدامات وضد الحكم الدكتاتوري اللي موجود في مصر، ويجب إن ده يقف بقوة. وطبعا ده هيتم بخروج الشعب المصري هنا وفي كل مكان في العالم. يريد المتظاهرون من الإدارة الأمريكية وقف دعمها لنظام السيسي كما يقولون، يريدون أيضا تسليط الضوء على حقوق الإنسان المتردية في مصر من دون تدخل المجتمع الدولي. يقولون حقوق الإنسان في مصر ستكون أكثر سوءا. ريما أبو حمدية، العربي، واشنطن.